لا ما بقدر أعمل هالشي. عم تحكيني أمي؟ لا ما في شي حبيبي. يلا بايرام رد على التليفون بقى. لك رد بقى رد. لازم أعمل شي قبل ما يتأخر الوقت. شو بك يا أمي؟ شو عم يصير؟ حبيبي أنا مضطرة أطلع، ما رح طول فيك تضل لحالك شوي صغيرة. ما ليش؟ عندي شغلة وما فيك تجي معي، رح روح وأرجع فوراً. ماشي حبيبي؟ ماشي حبيب قلبي. أنت دخيله القبضاي. ليش ما طلعت أمي؟ هلأ بتطلع، طولي بالك، يمكن شوية إجراءات. استني خليها تطلع هلأ، بدي اياها تطلع بقى. ماشي ماشي بس اهدي. خليها تطلع. ايه وين امي شيرمين؟ كيف؟ امي شيرمين وينها؟ هي لازم تكون طلعت من زمان كتير. ليش مو انتي كنتي معها؟ خلصت اجراءات المدام شيرمين من وقت طويل ولازم تكون برا، وانا ضليت هون مشان موكل تاني. يا ربي دخيلها. كيفك؟ اللي سيد بايرام، يا ترى اللي عم نعمله صح ولا غلط؟ اه متأكدة انه زهرة رح تموت من الرعبة وقت اللي ما رح تشوفني هنيك. صدقيني هذا الاحسن مدام. شو اللي عم تلحقنا؟ أنت ما لازم تشوفي بنتك، الأحسن تعرف أنه ما قدرت توصل لك. مثل ما قلت لك رح لاقي لك مكان ورح لاقي طريقة مناسبة منشان خبرها كل شيء. ماشي طالما أنت هيك رأيك مو مشكلة. لحظة شوي، هي كيف طلعت وما شفناها؟ والله ما بعرف، أنا كمان ما فهمت. أنت شو عملت؟ عم تخطط لشي؟ لك زهرة شو هالحكي؟ على شو بدي خطيت؟ لسا كل ما صارت شغلة بتشكي فيني. لأنك ورا كل شغلة بتصير ليك، إذا في شي احكي احكي قدير، إذا بتعرف شي احكي. لك والله العظيم ما عم خطط لشي، شو بدك أكتر من هيك؟ هيا عم أحلف لك ما دخلني. خيال؟ زهرة؟ شو؟ طلعت أمي؟ ايه طلعت بس نحنا ما شفناها. يا الله بايرام. مين بايرام وشو صار؟ شو عمل؟ نحنا لازم نلاقي بايرام بأسرع وقت. قصدك إنه بايرام هو اللي أخذ أمي؟ شو عم بيصير؟ هاي وصلنا. تفضلي. كيف يعني؟ أحكي كيف؟ أنا آسفة كثير. يا ربي دخيلك ما عم سدي. وينه هلأ ولوين أخدها؟ والله ما بعرف وينهن. هذا بيت أمي من زمان ما حدا اهتم فيه، لهيك لا تواخذيني. فيني أعرف إمتى بدك تخبر زهرة عن مكاني؟ وقت اللي يخلص خطر شوليا. شكراً لأنك عم تحميني أنا وبنتي.
استني. ما عم يرد علي، وفوق هذا خلص الشحن. ليش ما منحاول انه نوصل له؟ رح يقتل امي. خلينا نروح لعند شوليا تقلنا وينهن هلا. رجاء لا تحاولي تاخذي له مكانه وهو بهالحاله. اذا في داعي للطلع انا بروح. بيت امي فاضي، حضل هني. لحظة شوي، على الأغلب أنا بعرف وينهم. طيب يلا تعالوا بسرعة. يلا بكي ما لحقنا، وهداك الزلم عمل شي لأمي. لا تاكلي هم، رح نوصل بسرعة. لا تخافي، ما رح يصير أي شي لأمي شيرمي. أنا آسف، بس مضطر إني أعمل هيك. ما فهمت. أنا حياتي انتهت، بس مضطر إني أخلي حفيدي يعيش. صدقيني لو مو مجبور ما كنت عملت هيك. لا تؤاخذيني. منشان الله لا تعمل هيك، بترجاك سيد بايرام. عم ننفذ اتفاقنا. لا تقتلني. ليك سيد بايرام، مشان الله لا تعمل هيك فيني، أنا بترجاك. ايه هون هون.